احنا متابعين اليوم السابع، برحب بيكم فيديو جديد من محافظة الشرقية. كل سنة وانتم طيبين. يعني احنا بنحتفل بعياد الميلاد ومعانا اتنين من المصريين، شيخ ازهري وقسيس في الكنيسة، بتجمعهم علاقة صداقة من اكتر من 25 سنة. الاتنين يعني جمعتهم الصداقة والود والمحبة، وبيتقسموا كل حاجة مع بعض، حتى مشاكل الناس بيحلوها مع بعض. احنا الشيخ خيري عبد الباري مدير عام بالاوقاف سابقا، والقمص غبريال ظريف كاهن كنيسه ديار بنجر. احنا برحب بيكم على اليوم السابع، وبرحب بحضرتك يا ابونا، وبنقول لك كل سنه وانت طيب، وبرحب بالشيخ خيري، وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بنشكركم جميعا، بنقول لكم شكرا على هذه الزياره وهذه التهنئه، والعيد ازداد اشراقا وازداد فرحه بوجود اخوات المسلمين، وعلى راسهم صاحب الفضيله فضيله الشيخ خيري مدير عام بالاوقاف سابقا، وصداقه تمتد الى 24 سنه، واخوه وتعاون مع بعض من اجل مصلحه الناس ومصلحه بلدنا مصر. والحقيقه عيد الميلاد بيجمعنا، لان عيد الميلاد هو العيد الذي اجمع عليه المسيحيه والاسلام. فالمسيحية تحكي قصة ميلاد السيد المسيح في بيت لحم الفلسطينية، وكذلك القرآن الكريم تكلم عن ميلاد المسيح عندما قال سلام علي يوم ولدت. فإذا عيد الميلاد هو عيد يجمع الدينين معا، عشان كده احنا كل المصريين بيحتفلوا به، وهذا عيد قومي وأجازة كل المصريين. وما أجمل الأعياد أن يجتمع الإخوة معا، أن يفرحوا معا، أن يأكلوا معا، أن يجلسوا معا، أن يتحاكوا، أن يتعاونوا. فالاعياد جمالها في كده، ولما ربنا شرع الاعياد شرحها لفرح الناس وتعاون الناس. بقول لكل المصريين كل سنه طيبين، وعيد سعيد على كل مصر، نرجو الخير لمصر، نرجو الرخاء لمصر، نرجو سلامه وامن مصر، وعلى راسها الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي حبيبنا كلنا، رئيسنا كلنا، ونبارك له بالنجاح الباهر والاقبال الشعبي الكبير في الانتخابات الرئاسيه السابقه. ونطلب من ربنا اللي حل بسلامه على الارض انه يحل بسلامه على بلاد فلسطين واهل غزه من العدوان الاسرائيلي الظالم الغاشم على كل اهل فلسطين. ربنا يجعل سلامه على هذه البلاد المباركه، ويبعد هذا العنوان وهذا الظلم، ويرجع تاني فلسطين لاراضيهم وبيوتهم، ويعيشوا بسلام وهدوء. واحنا نتمنى كده، لان نقول يا رب انت يعني سلامك عم الدنيا كلها، وسمحت السيد المسيح ان تولد في احدى قرى فلسطين اللي هي بيت لحم، فارجع بالسلام تاني على ارض فلسطين. نشكركم مره تانيه، نشكر فضيله الشيخ خيري، نشكر كل زورو النهارده من المسؤولين والرسميين، وكل الشعب اهالي ديار بنجم الكرام. الحقيقه يعني كان في تجمع كبير جدا جدا من كل الشعب المصري، اخواتنا المسلمين، احنا بنشكرهم جميعا، ونتمنى لكم كل خير. شكرا لكم جميعا. لو تكلمنا عن علاقة المحبة والود اللي بتجمعك بالشيخ خيري. الحقيقة علاقتي بالشيخ خيري ما هياش علاقة يوم واحد ولا شهر واحد. أنا أعرف الشيخ خيري من 24 سنة مضت، يوم أن تم تعييني في هذه المدينة، تقابلنا سوا في إحدى المناسبات، ووجدت فيه الصديق الطيب الوطني اللي بيحترم الآخر، اللي بيحب الآخر، النشيط القدوم. فما أجمل أن يكون المصري بهذه الصفات. فوجدت فيه إنسان حلو وإنسان مخلص لأصدقائه، فبدأ التعاون بيننا في كل المجالات. إحنا مش تعاون رسمي بس، إحنا بنتعاون في كل المجالات، ما أكثر المشاكل اللي اتحلت بالطرق الودية بالسلام العائلي بين كل الناس. حقيقة النهاردة مش يوم فرح بس، فرح سعادة، فرح سعود، فرح الميلاد، فرح يوم سلام، يوم محبة، يوم ميلاد. كما قال في القمص الديان، سلام علي يوم ولدت. سيدنا عيسى عليه السلام قال سلام. فمصر بلد الأمن والأمان والسلم والسلام. كل دي وجدته مع مين؟ مع ريادة القمص الديان، أخي وصديقي. تجمعنا محبة وصداقة من 24 سنة، من أول لقاء جبلنا مع بعض في المناسبة، حسيت فيه الإخلاص للبلد، حسيت بيه الإخلاص والود والمحبة للآخرين.
حسيت فيه ان كله بعد فيه نقاء، فيه صفاء، ليس هناك حقد لاحد. حبيت فيه ان حب الوطن هو اسمى امني، فاذا حبيت الوطن اقول له حبيت كل ما على الوطن، فهو كلنا ما اجتمعنا، كلما اجتمعنا في مكان انا ونيافة القمص بياد ما ازداد الا محبة الوطن. الشعب تبدأ من الطفولة، حينما يكبر الطفل ويجد الشيخ والقس، واذا اشئت قلت علينا شيخان او قسيسان، فانما يجد حينما يجد اننا يدا واحدة فهناك لا يكون هناك تفرقة، ولا يكون هناك نبذ للمشاعر، ولا يكون هناك حقد للمشاعر. لا، ما نزرع المحبة والصداقة في الأطفال، أبنائي يحبون أخيهم والدهم القمص غبريان، ساعة ما يجي يقول عمي، وكذلك أولاده يقولوا عمي، خير لا فرق بين، يحسوا أن احنا إخوات فعلا. ليس كل أخ من ولدته أمه، الأخ من تصنعه المواقف الحقيقية في المحبة والإخاء والصداقة. هذا هي مصر آمنة بمشيئة الله بالمحبة وبالرب مصر الذي يتمثل بعمامة أبونا غبريان الصمراء وعمامته الحمراء والبيضاء، هذا هما علم مصر كما قال أبونا بن قليل، العين كذلك هي تشبه العمامة الصمراء والعمامة البيضاء، فلا يرى أحد بدون عين سليمة، ولا تقوم مصر إلا باتحاد العمامتين. فنقول من هنا نحن نبض واحد، قلب واحد، دم واحد، في شريان واحد، من قلب واحد، ألا وهي مصر المحروسة. فتحيا مصر، تحيا مصر آمنة مطمئنة بقيادة الزعيم، مقامة الزعيم عبد الفتاح السيسي، ونقول له مبروك لك في النجاح الساحق للدورة الثالثة، فدمت لمصر ودامت مصر آمنة مطمئنة بالمسلمين والمسيحيين وبالقائد العظيم. فنحن نقول تحيا مصر، تحيا مصر. شيء خيري وفكرني بموقف حصل منذ سنوات، كان أحد الأمة إمام الخطيب أحد المساجد في القرى ديال بنك، كان نفسه يتنقل من مسجد لمسجد، وكان واجد صعوبة بتوفير مكان له، فحد قال له أنت عاوز تتنقل بجد، روح للقمص غبريان وروح ينقلك. فجه قال لي لو سمحت يا أبونا أنا مش مرتاح في المسجد ده، ونفسي أروح مسجد تاني، وانت سمعت ان تحت الايه تقدر تنقلي بسهوله، يعني انا حاولت وما عرفتش تنقلي بسهوله. الحقيقه كان في ساعتها قلت الشيخ خيري كان موجود، هو رئيس قسم الارشاد في اداره اوقاف ديار بنك، قلت الشيخ ليا طلب، قال لي اتفضل يا ابونا، قلت له في شيخ عاوز يتنقل المسجد لمسجد وموسطني، ينفع تنقله؟ قال لي يا ابونا يجي ويشاور على المسجد اللي هو عاوزه والدقن قد تم فعلا. يعني قبل ما يجي كان نقل تم، قال المسجد اللي هو عاوزه فعلا. الراجل اللي فضل الشيخ راح نقل، حتى الان يحملها جميله، يعني مش عاوز اقول للقمص غبريان حتى للشيخ خيري، ان يعني شيخ وشيخ بتوصل بينهم قسيس مسيحي، ده شيء فوق العقل. يعني انا اعتقد الحاجات دي مش هنلاقيها في ديار بنجم. انا في دايما اقول ان العلاقه القويه بين المسلمين والمسلمين والطيبه الحقيقيه في المصريين في منطقه ديار بنجم، شفتها في كده يعني الطيبه الحقيقيه. يعني النهارده في العيد 90% من المؤمنين في الكنيسه مسلمين مش مسيحيين، صدقوني. يعني احنا يعني الحفله كلها اللي كنت المسلمين او جايين يحتفلوا جايين يفرحوا، ده شيء مش هتلاقيه الا في ديار بنك. افتكر قعدت مع احد المسلمين النهارده قلت له انت ايه رايك في مركز سلف الشرعيه؟ اذا شفت المنظر ده في اي كنيسه ثانيه في احد المراكز السلفيه، قال لي ابدا المنظر ده لم اجده الا في مركز وكنيسه ديار بنك. الافراح والاطراح والمناسبات صدقيني يحضر معنا افتتاح مساجد وجواز تحفيظ القران الكريم، دي كله دل على ايه؟ بيزرع للناس ما فيش عندنا تعصب. كذلك في بعض تكريم احد القائد المدير في الاحتفالات المعاش برضك من اخر سنين، بستاذنه باخد الكتاب المقدس برضك واقدمه للاخ المدير. دل على ايه؟
الموضوع ده مش هتلاقيه الا في ديار بريك. رمز العطاء، رمز الارتقاء، رمز الفكر الواعي، رمز المحبة، رمز التسامح، رمز الوئام. ديار بنيك بتصدر من هنا من كنيسة ديار بنيك للعالم كله إننا يد واحدة، إننا نفر واحد، إننا كلنا في حب فداء لهذا الوطن وحب هذا الوطن. فطبعا الكلام لما أقول يعجز اللسان وفصاحة الأبان أن يعبر عما نحن فيه الآن، مش الإنسان يعجز ولا يعبر عن الفرحة بالاحتفاء بهذا اليوم من مسلم.